خلونا بقى نعرف اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي تحديدا فرع الجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه نورهان طمان. نورهان، صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الفل يا كريم، صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، نطلعكم على ابرز اخبار النادي زي ما عودناكم. ويمكن طبعا احنا بنحب طول الوقت نبدا بالاجواء في النادي هنا، وفي طبعا مع الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. طبعا زي ما عودناكم الابواب بتفتح للاعضاء اللي بيحبوا يجوا النادي الصبح كعادتهم في الساعات الاولى من صباح اليوم. الجو لحد كبير طبعا يعني درجة الحرارة معتدلة، وفي الأجواء والعاملين هنا بيستعدوا على قدم وساق لطبعا استقبال بقية الأعضاء على مدار اليوم. نروح بقى لاخبار الفريق الاول اللي طبعا زي ما احنا عارفين كان في راحه 48 ساعه من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراه الماضيه في بطوله الدوري، وقربنا الحمد لله من حسم اللقب، ويتبقى طبعا الوصول للنقطه 77 لحسم اللقب. كمان خلينا اقول لكم انه طبعا التدريبات هتستأنف غدا في السادسه مساء على ملعب مختار التتش، طبعا مستر كولر بعد ما اعطى الراحه للاعبين هيكون في قعده مع الجهاز الفني واجتماع حول مباراه القمه طبعا المرتقبه يوم الخميس المقبل، واللي هتكون بنسبه كبيره ان شاء الله هي مباراه حسم اللقب. وانه طبعا مستر كولر هيتكلم مع الجهاز الفني، وطبعا اللي هيبقى وسيط بينه وبين اللاعبين، انه يعني ازاي نبدا اللاعبين يبداوا يركزوا في المباراه القادمه ويفصلوا تماما عن جميع الاجواء اللي حواليهم سواء على السوشيال ميديا او على الصعيد الاعلامي. كمان خليني اقول لكم انه يمكن طبعا في الثنائي عمرو السوليه ومحمود متولي لازالوا الثنائي بيواصل التأهيل الطبي، ولازال حتى الآن لم يتأكد مشاركتهم في مباراة الزمالك القادمة، ده طبعا بالإضافة إلى الثنائي اللي كان مصاب من الأول طبعا كريم فؤاد وأكرم توفيق بالرباط الصليبي. كل الأمنيات الطيبة للرباعي بطبعا تماثل الشفاء في طبعا الأيام المقبلة. كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن مستر كولر يعني حريص جدا الفترة الساعات اللي قبل مباراة القمة ان هو يوصل للاعبين يعني حماس الجمهور لهذه المباراة، لو طبعا زي ما احنا عارفين دي مباراة خاصة بعيدا ايضا عن كمان حسم اللقب، هي مباراة وطبعا بطولة خاصة لجمهور الناديين. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن النهاردة ثلاثي النادي الاهلي اللي كان طبعا في معسكر منتخب مصر الاولمبي اللي يمكن شرفونا وان احنا بنشكرهم على الاداء اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه في المغرب، وعلى الرغم من خساره النهائي امام المغرب طبعا بهدفين مقابل هدف في وقت قاتل، الا انه كل الناس اشادت بمنتخب مصر وكل الناس اشادت ايضا بجميع اللاعبين وعلى راسهم حمزه علاء نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي اللي استطاع ان هو يعني يحصد لقب القفاز الذهبي ليكون الحارس الثاني على طبعا مدار تاريخ مصر التاريخ المصري ان هو يحقق هذا اللقب بعد محمد صبحي في البطوله الماضيه، واللي يمكن كان المنتخب المصري هو حامل لقبها. حمزه علاء ايضا تواجد في التشكيل المثالي للبطوله، طبعا يمكن الثنائي المتبقي محمد اشرف ونبيل كوكا هيكون ايضا متواجد في التدريبات غدا، الثلاثي هيكون متواجدين في التدريبات غدا اللي ان شاء الله يعني يمكن ده بامر طبعا من مستر كولر لتواجدهم مع الفريق، واكيد طبعا الفريق والجهاز الفني هيكون محتاجهم. كمان خليني اقول لكم انه يعني يمكن مستر كولر زي ما قلت لكم يعني هيفرض حظر اعلامي على اللاعبين بصوره كبيره جدا من هنا لحد مباراة الخميس المرتقبة، والتركيز هيكون بشكل كبير جدا على انه اللاعبين يكونوا مركزين في مباراة فقط، وانه يعني ما يستسلموش لأي استفزازات او اي امور خارج المباراة او خارج المستطيل الاخضر. كمان خليني اقول لكم ان منتخب ناشئات يعني تحت 19 سنه لكره السله النهارده بيواصل طبعا استعداداته لكاس العالم اللي هتقام في مدريد في يوليو الجاري، والنهارده في يوم اعلامي يمكن مفتوح للمنتخب. المنتخب طبعا بيضم بعض اللاعبات من النادي الاهلي، كل التوفيق وكل امنياتنا القلبيه لمنتخب مصر لكره السله تحت 19 سنه. اما على الصعيد الاداري فيمكن احنا شفنا امبارح كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي
متواجد في طبعا مصيف النادي الاهلي ومنتجع النادي الاهلي في مارينا يعني، والكابتن محمود الخطيب كان حريص على الوقوف على كل صغيره وكبيره في هذا طبعا الصرح الجديد، واللي بيضاف لانجازات طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بعد افتتاح فرع القاهره الجديده، زي ما شفنا كان قد ايه مشرف وقد ايه الناس اشادت بهذا الفرع وقد ايه الاقبال شديد جدا وكبير جدا على طبعا الاشتراك في فرع التجمع في فرع القاهره الجديده بالتجمع الخامس. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليكي.